طيب انا عندي لعبه اسمها نمبر 1، بنعرض لحضرتك ثلاث صور. ايه نمبر 1 دي؟ ده محمد رمضان ده ولا ايه؟ لا النمبر 1 دي بنعرض لحضرتك ثلاث صور، بتختار الافضل من وجهه نظرك. الاسئله بقى دي اللي ما بحبهاش بصراحه. ليه بس؟ افضل لاعب في الزمالك في المباريات الاخيره، محمد عبد الشافي، سيف فاروق جعفر، شيكابالا. يعني شاف سيف. سيف فاروق جعفر. تمام. أكثر لاعب يحتاجه الزمالك من الصفقات الجديدة، أحمد بالحاج، ناصر منسي، محمود شبانة. ما دول ناس بقى يعني مش عاوزين نتكلم، ما نشوفهم بقى ونشوف نقيهم بعد ما يعني نشوف. من اللي حضرتك شفتهم فشايف ممكن، هل الزمالك محتاج راس حربة زي ناصر منسي؟ محتاج أحمد بالحاج صانع ألعاب؟ محتاج شبانة عشان الثغرات الدفاعية؟ يعني وجهة نظري شبانة. شبانة. أفضل صفقة للزمالك هذا الموسم، دونجا، شلبي، الزناري. هم عايزين يركزوا حقيقي، كلهم عايزين يركزوا في ال. يبقى ليك الحق إن أنت تمتنع عن الاختيار يعني. همتنع. أفضل رئيس مؤقت للزمالك في لجنة مؤقتة، كابتن حسين لبيب. طب أنا يعني السؤال ده، ما السؤال ده كده أنت. كابتن محمد عامر. هو طبعًا الدكتور محمد عامر طبعًا. الدكتور محمد عامر. والراحل طبعًا الأستاذ مور سعطة. هو طبعًا الثلاث حقيقة قامات كبيرة جدًا، لكن أنا اشتغلت حقيقة مع الكابتن حسين لبيب، فشفت إدارته عاملة إزاي ومرونته في الإدارة عاملة إزاي، فطبعًا الكابتن حسين لبيب يعني. أكتر لاعب تأثر الزمالك برحيله، مصطفى فتحي، بن شرقي، طارق حمدي. هو انا حقيقة ما كنتش احب يعني اقول ان الزمالك بيتاثر برحيل حد، لكن طبعا بن شرقي ساب. احنا بنتكلم على المستوى الفني يعني. ساب ساب مكان كبير يعني. ساب فراغ كبير. افضل مدرب اجنبي في تاريخ الزمالك، ديف ماكاي، كابرال، فريرا. يعني فريرا. فريرا. لاعب تتمنى مشاركته أساسيا أمام الترجي، يوسف أسامة، نبيه، شيكابالا، نيمار. يوسف. يوسف. لاعب لم يحافظ على نجوميته في الزمالك، محمد أبو جبل، باسم مرسي، محمد إبراهيم. هو حقيقة أنا يعني هو ثلاثة نجوم كبار، بس طبعا. أبو جبل يعني مشي في وقت غريب قوي يعني، ده كان هو البيك بتاعته طالعه. فابو جبل. ابو جبل. الدكتور حسام المندوه رئيس نادي دايموند ونائب رئيس نادي الزمالك، عضو اللجنه، كان نائب الرئيس وراجل جميل محترم يعني، عضو اللجنه المؤقته بنادي الزمالك السابق.